بورسعيد مدينة التاريخ، المدينة التي شهدت الأحداث الكبرى وانتصرت على قوى الشر والطغيان. بورسعيد تشهد يوما من أيامها الخالدة، يلتقي فيه أبطال اليمن بأبطال بورسعيد. خرجت المدينة كلها في القوارب والزوارق والبواخر إلى خارج الميناء ليستقبلوا الباخرة الحرية التي تقل الرئيس جمال عبد الناصر رائد القومية العربية ورسول السلام. وكانت الأعلام تغطي السفن واللنشات التي تحمل فرق الموسيقى الشعبية، وانطلقت آلاف الحناجر تهتف بحياة الرئيس جمال عبد الناصر وحياة الجيش القوي وحياة الأبطال أبطال اليمن البواسل. واتجهت الباخرة الحرية وسط أضخم مظاهرة بحرية إلى رصيف مبنى هيئة قناة السويس. ونزل من الباخرة الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والسادة زكريا محي الدين وحسين الشافعي وأنور السادات وحسن إبراهيم وعلي صبري أعضاء مجلس الرئاسة، فارتفعت هتافات الجماهير. وعلى مرسى هيئة القناة كان السيد عماد الدين رشدي محافظ بورسعيد في استقبال الرئيس، وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدى التحية حرس الشرف. وصافح الرئيس مستقبلي وقدم الأطفال باقات الزهور للرئيس وصحبه. وصل الرئيس في سيارة مكشوفة إلى مبنى القاعدة البحرية في بورسعيد، وكان في استقبال سيادته رؤساء القوات المسلحة الثلاث وقائد القاعدة البحرية. وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدى التحية حرس الشرف من السلاح البحري. وارتفعت الهتافات من السفينتين الوادي والسودان من الأبطال العائدين من اليمن والذين يؤلفون الفوجين الخامس والسادس. وصعد الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر إلى السفينة السودان، واستقبل الضباط والجنود الرئيس جمال عبد الناصر بالحفاوة والتكريم، وارتفعت هتافاتهم تشق عنان السماء. وكان لقاء مثيرا بين الزعيم وجنوده الأبطال البواسل. وبدأ بعد ذلك نزول أفراد القوات العائدة المنتصرة إلى أرض المدينة الخالدة، أرض المدينة التي فرشت أرضها بالأزهار والرياحين ورفرفت عليها الأعلام العربية احتفالا بعودة الأبطال. واتخذت القوات أماكنها في ساحة الاحتفال. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مكان الاحتفال، صافح الرئيس جمال عبد الناصر العميد محمد محمود قاسم قائد القوات العائدة الذي قدم للرئيس قادة الوحدات وكان يمثلون أسلحة الجيش المختلفة. وتقدمت فتاة بورسعيد وطوقنا أعناق الأبطال بالزهور بين الهتافات المدوية من الجماهير. وألقى السيد عماد الدين رشدي محافظ بورسعيد كلمة المدينة، فرحب بالأبطال في أرض البطولات وقال باسم بورسعيد الباسلة التي اختارها القدر لتثبت للعالم أجمع أن أمة جديدة قد قامت بالشرق ترفض الظلم وتقابل العدوان. باسم بورسعيد أحيي الأبطال العائدين المنتصرين من أرض اليمن. وتقدم بعد ذلك إلى قائد القوات العائدة حيث سلمه درع المدينة الباسلة، كما قدم لكل قائد وحدة علم بورسعيد. ثم قدم المهندس محمود يونس رئيس هيئة قناة السويس علم الهيئة والهدايا التذكارية
إلى القائد وإلى الجنود الأبطال رمزا لتقدير أسرة قناة السويس لبطولتهم. وقف الرئيس جمال عبد الناصر ورحب في خطابه بالقوات العائلة وقال: أيها الجنود، مرحبا بكم باسم هذه الأمة التي تابعتكم يوما بعد يوم، باسم هذه الأمة التي تعتز بكم وبعملكم، والتي تقدر شاكرة جهدكم من أجل نصر الثورة العربية. باسم هذه الأمة أرحب بكم. إن الجيش الوطني الذي حمى هذه الثورة من أول يوم لها، والذي استطاع بنضاله أن يطرد الاحتلال وأن ينتصر على العدوان، هو جيش الشعب يحمي الشعب. ولكم أيها الأبطال أن تفخروا بأنكم سرتم دائما في طريق الواجب وفي طريق الشرف.